من متسولة في محطة القطارات إلى أشهر امرأة في الهند. هذه هي قصة حياة العجوز الهندية رانو مونديل البالغة من العمر 60 عاما. عاشت رانو حياة بسيطة مع زوجها الذي كان يعمل طباخا بمنزل أحد ممثلي بوليوود، إلا أن وفاة زوجها عام 2001 كانت بداية لحياة مأساوية عاشتها السيدة، خصوصا بعد أن تخلت عنها ابنتها الوحيدة قبل 10 سنوات وتركتها دون مأوى، حتى أصبحت الأم مشردة بين الشارع ومحطة القطار لسنوات طويلة. اعتادت رانو الذهاب يوميا إلى إحدى محطات القطار في ولاية البنغال الغربية لتغني وتتسول قوت يومها من الركاب. في أحد الأيام أعجب أحد المرة بصوتها وقام بتصويرها وهي تغني في المحطة. تم نشر الفيديو على حسابه في فيسبوك، إلا أنه فوجئ بانتشار الفيديو بشكل واسع بعد أن تخطت المشاهدات 4 ملايين مشاهدة خلال أيام معدودة. وبدأت الصحافة والمواقع تتحدث عن موهبة هذه السيدة، وتلقى صاحب الحساب الكثير من الاتصالات والرسائل من المنتجين للتواصل معها. انهالت العروض على السيدة العجوز من بوليوود عاصمة المشاهير، من بينها عرض عليها أحد مشاهير الغناء في الهند هيميش ريشامية السفر إلى بوليوود للمشاركة ببرنامج المواهب. وتحول الشاب مصور الفيديو إلى مدير أعمال راندو وتلقى اتصالا من ابنتها تريد رؤيتها. فرحت الأم كثيرا برؤية الابنة واستقبلتها وكأنها لم تقاطعها يوما. بعد ذلك سافرت رانو مع مدير أعمالها إلى مومباي وهي لا تعلم أن هذه الرحلة ستغير حياتها تماما. وفور وصولها استقبلتها الجماهير استقبالا حارا. شاركت رانو في برنامج سوبر ستار الهند وطلبت منها اللجنة غناء الأغنية التي غنتها في الفيديو الشهير. أدهشت الجميع بأدائها وموهبتها، وكان المنتج والمغني الهندي هيميش ريشامية من أكثر المعجبين والمتأثرين بصوتها، وطلب منها مشاركته في الفيلم الذي يقوم بتحضيره الآن. أحيت رانو الحفلات الغنائية وأشاد بموهبتها أهم مشاهير بوليوود من أبرزهم أميتاب باتشان وشاروخان وسلمان خان. تفاعل الكثير مع الشاب الذي نشر الفيديو ووصفوا ما فعله مع هذه السيدة بالإنساني جدا، بعد أن كان أحد الأسباب تغيير حياتها للأبد. سجلت راندو الشهر الماضي أول أغنية رسمية لها مع المغني الشهير هيميش ريشامايا. شاركنا برأيك، هل يمكن للصدفة أن تغير حياة إنسان؟